بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أعبر عن مشاعري فرحتي بحضوري في هذه البلدة الطيبة، في هذه الولاية المضيافة، في ولاية البيض. حفظ الله وحافظ بلادنا الجزائر من كل سوء. في هذا المسجد المبارك عبد الله بن الزبير دار الصوف، فأسأل الله عز وجل أن يجعلكم جميعاً من أعلام الهدى ومن مصابيح الدجى. نلتقي لنتدارس سوياً موضوعاً مهماً في حياتنا الأسرية، في حياتنا الاجتماعية، في حياتنا الاقتصادية، وهو موضوع الصلح قيمة ومنهاج. الصلح قيمة ومنهاج. ربي سبحانه عز وجل أعطانا القرآن الكريم، القرآن وحيه الطاهر، تكفل بحفظه. هذه نعمة كبيرة لازم نحمد ربي عليها بزاف. لماذا؟ لأن القرآن مازال كما نزل ربي على النبي عليه الصلاة والسلام، مازال كما هو محفوظ. ربي قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ربي سبحانه اللي حفظه، والحمد لله أمة الإسلام تحافظ عليه، تكرم حفظة القرآن، تكرم حملة القرآن في مناسبات عديدة. تسمعوا الزوايا والمساجد والمدارس القرآنية، الله يبارك، في مناسبات المولد النبوي الشريف، في مناسبات مثلا رمضان إلى آخره، تستثمر هذه المناسبات للاحتفاء بحملة القرآن. فكثر حملة القرآن وكثر معهم حملة القرآن من أهل الخير، من المحسنين. ربي يجزي جميعا خير الجزاء. والقرآن هذا يا خوتي منهاج حياة. ربي اللي قال في سورة الإسراء في الآية التاسعة، قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. في جميع المجالات، في مجال الإيمان، ربي سبحانه بالقرآن يهدينا باش نعرفوا ربي. وعلى بالكم هذه نعمة كبيرة، كاين ناس ما يعرفوش ربي، راحوا مساكن ضايعين ما يعرفش ربي. وممكن يزوخ يقول لك نعرف بزاف القراية، يقرأ عنده معلومات، عنده ربي ما يعرفوش، وهذا موجود. لذلك نقرأ في التاريخ كبار الفلاسفة، تلقى فيلسوف كبير، صاحب عقل كبير، ولكن هذا الموضوع ما يعرفوش، ما يعرفش ربي. لذلك القرآن هو اللي يهدانا بهداية الله، والقرآن منهاج حياة. ورنا ربي سبحانه، نقرأ مثلا في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، ربي واحد، الأصل الأصيل عقيدة التوحيد كما دل على ذلك القرآن. مثلا في سورة الأنبياء الآية 25، ربي قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو الأصل الأصيل. كل الأنبياء اللي بعثهم ربي سبحانه والمرسلين، هذا أصل مشترك، ربي واحد ما عنده الشريك. أو سمعت الآية: وما أرسلنا من قبلك، أي من قبلك يا رسول الله، من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
نقرأ في سورة البقرة في الآيتين، الآية 255 والآية 256، آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر الآية. الآية التي بعدها وهي الآية 256، واش يقول رب سبحانه: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وعلماء اللغة العربية يقررون أن الزيادة في المبنى تؤدي إلى الزيادة في المعنى. ربنا قال: الطاغوت كلمة تملأ الفم، وفيه دلالات عميقة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، واش من نتيجة؟ ما دام ربي واحد آمن بذلك، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يعني يا سعد اسلك، ما دام مسك في حبل الله المتين، ما يضيع ما يتيه، يروح في السلامة إن شاء الله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وإحنا في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة. يا خير أنا نصلي الحمد لله ربي يدوم، ولكن علاش نقول كل مرة اهدنا اهدنا؟ رانا نطلبوا الهداية، النوع نتاع الهداية هداية التوفيق والمعونة. هذيك الأولى أعطاها ربي كاع للناس، هذيك هداية الدلالة والتوجيه والإرشاد. ربي قال: وهديناه النجدين، كان طريق الخير كان طريق واحدة أخرى، كان طريق الهدى كان طريق الضلال. ولكن هذه اللي نطلبوها احنا في كل ركعة، في كل كي نقرأ سورة الفاتحة نقول: يا ربي وفقنا، ما تخليناش، خذ بأيدينا فنحن ضعاف. يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. شكون هذون اللي ربي أنعم الله عليهم؟ ربي هو اللي شرحهم، بينهم في سورة النساء الآية 69. القرآن يشرح بعضه بعض. الآية 69 من سورة النساء: شكون هما الذين أنعم الله عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حنا كي نقولوا يا ربي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، لازم تفكروا هذه الآية على طول. حنا ما على بالناش شكون هذو، ربي بينهم في الآية 69 من سورة النساء. أربع أصناف: من النبيين الصنف الأول، والصديقين الصنف الثاني، والشهداء الصنف الثالث، والصالحين الصنف الرابع. كيف ختمها ربي؟ وحسن أولئك رفيقا. يا سعد اللي يكون هذو الرفاق نتاعو، يمشي مع هذو يا سعد. لذلك هذا الدين الخاتم ربي سبحانه عز وجل مجال الصلح هذا تكلم عليه، لأن ربي بغينا الخير، يحب لنا الخير، قالنا كي تختلفوا تصالحوا. والخلافات موجودة بين العروسة والعجوزة، كاين مشاكل بين الأولاد والوالدين، بين الخوة بيناتهم، التجار يديروا تجارة يختلفوا، الجيران يختلفوا. مهما كان الخلاف ربي سبحانه قال لنا كي تختلفوا تصالحوا. الآيات ما شاء الله، ربي قال في سورة النساء الآية 114: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. مليح الصلح، واحد
كي يكون عنده مشكلة وماشي عيب تكون مشكلة بين الناس، لازم كي يروحوا للشيخ الجامع إمام المسجد، الإمام هو اللي يصلي بينا. والنبي عليه الصلاة والسلام رفع من مقام الإمام، قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. ما نقدروش نكبروا حتى نكبر، ما نركعوش حتى نركع، ما نسجدوش حتى نسجد، وما نسلموش حتى نسلم. هذا الإمام اللي نتبعوه في الصلاة ما نتبعوهش في الأمور هذه. كيجي الإمام وأهل الخير وأهل الصلاح والإصلاح يدخلوا في الصلح لازم نقبلوهم. قال مرحبا بكم أهلا وسهلا، الخصوم عندهم حق يتكلموا يقولوا واش عندهم، كل واحد يقول واش يحب، المشكلة كما يشوفها هو. ولكن بعد كي نسمعوا قالوا الإمام ولا المصلح يقول قال ربي وقال النبي انتهى. ما يجيش واحد يقول لك لا لا أنا نكمل ما ناخذش الرأي، ما ينفعش، لازم. لذلك رب سبحانه قال في الصورة نفسها في صورة النساء الآية 65 قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آية واحدة وضعت هذا المنهاج نتاع الصلح دقيق واضح. رب سبحانه قال اللي عندهم الخصومة عندهم نزاع لازم يحكموا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يحكموا الشريعة نتاعو اللي قال ربي عليها في سورة الجافية الآية 18 قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إذن هذه الشروط راهي جاية، جاءت في الآية 65 من سورة النساء. وكاين آيات كثيرة منها وين قال ربي في سورة الأنفال الآية الأولى واش قال؟ قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. راه يقول خافوا ربي، تزايري بكري يقول خاف اللي ما يخافش ربي، اللي خاف ربي يغلط عادي يظلم، ولكن كي يجيو أهل الخير أمثالكم يقول يا فلان راك غلطان راك ظلمت أرجع للحق، يقول استغفر الله لا يجد حرجا في ذلك عادي يقول استغفر، لأنه المؤمن ما يلزمش تاخذ تغنات يقول ما استعرفش، لا الرجل هو اللي استعرف، هو اللي استعرف عادي. يا ما كن قرأوا في تاريخ المسلمين المشرق وين خلفاء علماء صلحاء أتقياء قرب لربي بزاف كي غلط يقول كي غلط استغفر الله، هذا يرفع قدره عند الله لأنه رجع وباب التوبة. علاش ربي يفتح باب التوبة؟ علاه نقرأ آية في سورة الزمر الآية 53 هي الآية يقولك هي أرجى آية في القرآن، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. هذو الناس اللي غارقين في الذنوب غارقين في المعاصي، ربي سبحانه يقولهم يا عبادي، يعني ما سلبهم وصف العبودية، هذا وصف شريف، قالهم يا عبادي، ما قالهمش انتم ما دام غلطتوا عصيتوا ربي خلاص. احنا نتعلموا من هذه انه احنا مما كي يغلط واحد منا ما يلزمش نظلموه ولا نعينوا الشيطان عليه باش ما نغلطوش، لا تعينوا الشيطان على اخيكم. وما يجيش واحد سمحوا لي عبد ربي 60 سنه كي يشوف واحد بالك ما يصليش ولا
بغى يظلمه يقول انت ماك والو، انت ما تصلي ما والو، ادعوا له بالهدايه وخلاص. خاطيك الاحكام هذه، تحبيت الدليل كاين في القران باش نتادب مع الله ومع خلق الله. ربي قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. شكون هداكم ربي ولا لا؟ لا تلقى واحد بالك ما يصليش، كي يوصل 50 سنه بدا يصلي، يكون قريب لربي مليح، وربي غفور رحيم مادام تاب قبل ما يموت ويكثر من الحسنات. ربي اللي قال ان الحسنات يذهبن السيئات، تروح نهائيا. والحديث اللي يترجم معنى الايه، النبي عليه الصلاه والسلام يقول واتبع السيئه الحسنه تمحها. قال اتق الله حيثما كنت، خاف ربي وين تكون. ماشي واحد كي يكون في الجزائر يخاف ربي يصلي ويصوم، كي يروح لباغي ولا لندن ولا فرانكفورت، من بعد يقولك انا خلاص درك راني في عواصم العالم، كيف تصلي انت في فرانكفورت وفي باغي؟ علاش تصلي عليها؟ لو كان في الجزائر معليش، في البلدان، اما في الغرب لا، باش تبان عندك لو سيفيزم سيفيليزي اخطيك. لا صلاه لا صيام. واللي يقول هكذا مسكين ما يعرفش باللي كل ما الانسان يحافظ على دينه كل ما الناس تحترمه. حكاونا الناس اللي المغتربين من الحكايات المتواتره التي بلغت اقصى درجه الصحه بموازين الحديث. قال لك قبل رمضان كانوا يخدموا في اللوزين، هذاك المعلم قال لهم شكون اللي يصوم شكون اللي ما يصومش. هذوك الشجعان الله قال لهم صوموا عادي، انت مسلم عزيز، علاه تبان؟ ربي اللي قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، إذن علاش تحشم بصلاتك؟ قالوا ما شكون اللي يصلي؟ هذوك المصلين اللي يصوموا قالوا احنا صايمين، وهذوك الاخرين يعني قالوا نو احنا ما نصوموش. اللي عنده عذر الله يعينه مسموح اللي مريض اللي، اما واحد اخر المهم هما قالوا لنا هذوك اللي صايمين اولا نقص لهم عدد ساعات العمل مراعاة واحتراما لهم ولدينهم. اثنين اعطى لهم خدمه خفيفه في اللوزين في المصنع. ثلاثه يجيب لهم الشربه سخونه حلال، ربحين دنيا واخره. وهذوك الاخرين حرف عليهم صافي. كي تحكم في دينك يكون عندك عزه وين تكون، ما تخافش. علاش ذكرت هذه ناكد عليها؟ لان يا جماعه الخير والله غير ما كانش نعمه كيما نعمه الاسلام. ربي اللي قال وين في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كمل توصل الآية الثانية واش يقول ربي؟ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ربي اسمها نعمة، الإسلام نعمة بزاف كبيرة، باش نحمدوا ربي على نعمة الإسلام. لو كان ماناش مسلمين يا درا واش نكونوا؟ ومن لم يكن مسلما فهو على خطر عظيم ويخسر، يخسر كلش. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وربي قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام هذا العظيم، هذه النعمة الكبيرة، ربي خاطبنا في القرآن قال كي تغلطوا عادي مازالكم عباد الله، رجعوا برك ليه، ما تقولش فات الحال، خاطر الشيطان واعر يكلخ للإنسان يقول له أنت غلط بزاف. مادام ظلمت وغلط يغلق في قدامه باب التوبة،
يزرع في قلبه اليأس، يأس، بعد يكمل في المعصية. لذلك ربي قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. رسالة ثانية: لا تقنطوا من رحمة الله، ما تيأسوش من رحمة ربي. ثلاثة: إن الله يغفر الذنوب جميعا بلا استثناء. ربي يغفر كاع الذنوب كاع كلها. من بعد: إنه هو الغفور الرحيم. أربع تأكيدات وردت في أرجى آية في القرآن. علاش ذكرت هذه الآية؟ باش نقولوا حتى هذاك اللي ظلم ودخل في نزاع من يأسوش، نذكره بهذه الآيات، نذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نتاع التوبة، كيفاش أنه ربي سبحانه يفتح باب الرحمة للإنسان في الليل اللي عصى ربي في النهار، وفي النهار اللي عصى ربي في الليل، هكذا يعني ليل نهار. باب: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لذلك ربي سبحانه في القرآن الكريم قال: هذا الصلح لازم يتحول إلى منهاج حياة، عيشوه داخل الأسرة. نعطيكم مثال: يختلفوا الأولاد الخاوة، كي كان باباهم حي ما شاء الله، كي مات باباهم تبدأ القرة، حرب، الحرب على التركة، كان اللي يخطف تراكتور جرار، كان اللي يخطف الحانوت هذاك نتاع المدينة اللي دخل بزاف دراهم، كان اللي يدي قطعة أرض مليحة للفلاحة، كل واحد واش يخطف. يولي الميراث سببا، يصبح سببا في قطع الأرحام، يتقسم. يا مخاوة اللي ولوا خصوم في المحاكم 20 30 40 سنة وهما في المحكمة في القضاء والأرحام راحت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرحم معلقة بالعرش. الرحم هذه لازم نرعاوها، عندها قيمة كبيرة. ميم خوك مهما كان، مهما كان النزاع، طالب حقك، روح للشيوخة، روح رجال الصلح، فريها باش تحافظ على أخوتك. وكلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر: ليس الواصل بالمكافئ. هو بالذات كيرجع من غار حراء الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرفوا الحكاية، كنزل عليه الوحي الآية الأولى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أرجع النبي عليه الصلاة والسلام لداره، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها قالها: زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي. شدته حمى، لأنه أول مرة يتصل بالوحي، اتصال بين السماء والأرض، تنزل عليه القرآن على قلبه الشريف، حكمته الحمى. قال: غطوني زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي. هذه المرأة الصالحة خديجة رضي الله عنها واش قالت له؟ قالت له: ما تخافش. كلمة لا تخف برك وحدها عندها قيمة في الدين. كي تقول واحد ما تخافش، لا تخف، وفي القرآن وردت لا تخف. ومن أعظم الكتب اللي قرأتها في لابسيكولوجي، في الجانب السيكولوجي، واحد أمريكي اسمه إدوارد سبنسر جولز، كتاب ممتاز لازم يقراوه كاع لي بسيكولوج واللي يخدموا في المجال هذا. تعرف العنوان تاعو منين جبدو؟ من القرآن. لا تخف، ما تخافش، تكون خايف يجي واحد يقول لك ما تخافش اخويا ما تخافش، كلمة. وبكري العرب يقول: أعن أخاك ولو بالصوت، قل ما تخافش. السيدة خديجة واش قالت النبي عليه الصلاة والسلام؟ بلسان اليقين: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ما تخافش، ربي ما يخليكش. أول حاجة ذكرتها، ذكرت بعضا من خصاله الحميدة: إنك لتصل الرحم. الله يا ربي الله، معنى أنت ربي ما يخليكش،
مادام تحافظ على أخوتك ربي ما يخليكش. ممكن نذكركم الآن آلاف القضايا، ماشي مئات، آلاف، وين تفهم السر نتاع ربي ونبي في هذه الأمور. تلقى خوه يشوف خوه، سمحوا لي، طمع الدب زيادة، يقول خويا سمحت لك، هو يتنازل وباينة اداله بزاف. قالوا الأخوة تاعي باش ما طريحش، الأخوة تاعنا أنا نسمح لك نعافيك. وهؤلاء اللي يسمحوا، رب السماوات والأرض خزائنه مملوءة لا تنفذ أبدا، يخير به الرزاق، متفاهمين على هذه؟ يعرفون جميعا ويعرف عناويننا ويعرف كل شيء. ربي اللي قال في سورة الذاريات الآية 22 وفي السماء رزقكم وما توعدون، ربي هو الرزاق ماشي واحد آخر. قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. قال لك هذه بعض الأمثلة يعني، قال لك أنا خليت الخويا قيس 300 مليون، قال لي والله غير ربي رجع لي 3 ملاير وفي زمن قصير، ماشي كاش 20-30 سنة. قال ولكن درت النية، هذه مسألة مهمة، النية اللي تحتاج إلى ضبط. علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى؟ والنية نحتاجوها، كل مصلح كل خصوم نحتاجو كاع نديرو النية، كما نديرو النية في الصلاة. والنية كما يقول الفقهاء تفيد الحزم والجزم وتفيد التمييز. واحد يصلي ظهر العصر واش يميز؟ بالنية. هذه عندها 4 ركعات، هذه 4 ركعات، كيفاش تفرق؟ بالنية، تنوي الظهر تنوي العصر. واحد يغسل وجهه يغسل أطرافه وكذا، واش الفرق بين الغسيل والنظافة هذه والوضوء؟ النية. يصوم رمضان ويصوم الصابرين، هو صايم صايم، ولكن هنا النية، هنا النية، هنا النية. لذلك النية مهمة جدا. لذلك قال ربي في سورة الأنعام الآية 162 قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أعود إلى هذه الحكاية، قال كنا خليت له حوالي 300 مليون. أولا احتراما وتقدير لله لرب سبحانه اللي قال مليح الصلح، ربي قال والصلح خير، سورة النساء الآية 128. ثانيا احتراما للشيوخة، الشيوخة قالوا له يلا حنا نقولوا بالقبيلية وين جاني قنجان، وين جاني قنجان، يعني من أراد النجاة يخلي، خلي لربي سبحانه وربي يعوض لك، تسلك تسلك بخير، ديرها هك. قال لك ثالثا مراعاة للأخوة، الأخوة هذيك ما كاش كيفاه تخليها تروح على جال 300 مليون. دار هذه النية سوا سوا في زمن وجيز، ربي عطالو أكثر من 3 ملاير سنتيم. خلاص ممكن الآخرين يقولوا لا لا العب شطرتك، طاق على من طاق، وراي الرجل نتاعك. انقلبت الموازين، انقلبت الموازين. هذه الأمور نحتاج إليها جدا. كي نقراو في التاريخ نتاعنا المضي، نقراو تاريخ القضاة، تاريخ المصلحين، وإلى الخصومات كيفاش كانوا يحلوها إلى آخره. أبو بكر الصديق تعرفوا الحكاية، كي كان في موضوع حادثة الإفك، ماشي حاجة سهلة يا جماعة الخير. هذاك الإنسان غلط، غلط بلسانه، ولسان هذا واعر، كي ينطق الكلمة عمار أو دمار، كلمة واحدة، إما تعمر إما تدمر، إما تجمع إما تفرق، إما ترفع إما تضع. الكلمة يتزرع فتنة يتزرع السلم والسلام، ولا لا لا، صفي الكلمة
كلمة واعرة. علاش قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت؟ لو طبق الناس هذا الحديث لسكت الكثير. برك ربي قال في سورة إبراهيم من الآية 24 إلى غاية الآية 27: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. والكلمة مهمة في الصلح ولا لا؟ لا، تقول كلمة تفرى، ممكن تقول كلمة تفرش تتعقد. لا يعقل، عندنا عصر واحنا بلا عقل. سيدنا العباس ربي يرضى عليه قالوا له شكون اللي كبير، انت ولا الرسول؟ في العمر شكون اللي كبير، انت ولا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو لو كان يجاوب يقول له الرسول انا اكبر من الرسول، سوا صحيح. والعباس كبير في العمر على الرسول. علاش حنا الناس بكري يقول لك لازم يكون الكبير، لازم يكون الكبير؟ الائمه كاين كبير الائمه، في الاسره كاين الكبير نتاع الاسره. ما يجيش واحد باسم الفيسبوك يقول يا جدي انت ما تعرف والو، ما تعرفش الفيسبوك، ما تعرفش واتساب، ما تعرف فايبر، صافي انت ما تعرف والو. هو ما يعرفش التكنولوجي صح، ولكن جدك لازم يكون الكبير، لازم إعادة الأقدار لأصحابها. لازم كاين إمام، كاين شيخ، كاين كبير العائلة، كاين كبير القبيلة، كاين كبير، لازم هذه من الأمور بالأخلاقيات، لا هيرارشي. هذا الأمر مطلوب في حياتنا ولا لا؟ لا، احنا بكري نقرأ عن الفقهاء يجي السؤال هذا يمدوا لهذا، الصحابة رضي الله عنهم يجي السؤال هذا يمدوا لهذا يقول شوف الآخر ولا لا؟ لا، والأقدار والاحترام. الإمام السيوطي الله يرضى عليه من كبار العلماء، صاحب الإتقان في علم القرآن، خلف أكثر من 300 كتاب، عالم كبير، جلال الدين السيوطي صاحب الإتقان في علم القرآن. كي راح الحج رفد ما زمزم يشرب ما زمزم، دار دعوة خي على بالكم ماء زمزم بما شرب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كي شرب ماء زمزم دعا ربي، واش قال؟ قال يا ربي اعطيني مرتبة وارزقني مرتبة كمرتبة البلقيني في الفقه، ومرتبة كمرتبة الحافظ ابن حجر العسقلاني في الحديث. وأحيانا الصحابة يعني العلماء تلقى واحد هذا خير منه، ولكن يقول يا ربي هو أكبر مني. كي القدر والاحترام، لذلك ربي أعطى لهم البركة، عندهم قرون من اللي ماتوا ما زال مآثرهم وآثارهم تذكر ويذكرون بها. وندعو لهم دعوة الخير كما قال ربي في سورة الحشر الآية 10: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا. يا أخي سبقونا ولا لا؟ لا، سبقونا بالإيمان. علاه باش ما ننسوش أفضال الناس؟ ربي اللي قال في سورة البقرة الآية 237: ولا تنسوا الفضل بينكم. هو اللي قال ما تنسوش الفضل اللي بيناتكم. هذا الجامع الكبير الله يبارك، بلك واحد من الناس أعطى رأي، ما عندوش دراهم، ما عنده والو، عنده رأي. هذاك الوقت كي بناوه قال لهم واش رايكم نبنيو جامع؟ هذا ما كان، هذا واش دار؟ وتلقى واحد آخر يقول نعطي دراهم، واحد بنا يقول أنا نبني، واحد يجيب سلعة، واحد حتى أدرك أنا فيه الله يبارك. إذن اجتمعت العقول واجتمعت الأيدي واجتمع أهل الخير ورنا في الجامعة الله يبارك، بسم الله ما شاء الله. لذلك ربي قال وتعاونوا على البر والتقوى في سورة المائدة، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني ذكرت كل هذه المعاني إخوان الكرام باش نفهم. نرجع لقصة العباس، قالوا له شكون اللي كبير انت ولا الرسول في العمر؟ قال لهم
الرسول أكبر مني وقد ولدت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت الجواب؟ الحذاقة، اسمه الحذاقة، الذوق، هذا فيه مقام النبوة. الرسول عنده مقام النبوة، ثقيلة باش تقول أنا أكبر من الرسول، ثقيلة ماشي مقبولة كاع. لذلك هو شاطر ذكي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر مني، ولكن أنا زدت قبله برك، وقد ولدت قبل رسول الله. النتيجة وصلت، ولكن بطريقة حلوة، بطريقة ذكية. نرجع في سورة إبراهيم الآية 24 وكمل حتى الآية 27، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يا من اللي خلوا كلمات طيبات اللي عنده 10 قرون 15 قرن ما زال ذكروها درك، يقولوا فلان قال كذا وكذا، ويذكر بالخير وله أجر كبير عند الله، إلى أن يقول يثبت الله، أي 27 سورة إبراهيم، يثبت الله الذين آمنوا باش بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذن ربنا عز وجل أمرنا بالصلح، والنبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة منها مرة خبروه قالوا له يا رسول الله أو اختلفوا أهل قباء، وفي عهده اختلفوا تنازعوا، واش قالهم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة؟ اذهبوا بنا نصلح بينهم. الحديث راه موجود في البخاري، رقمه 2693. حديث آخر خرجه الإمام أبو داود، رقم الحديث 4919، واش قال؟ ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. نخبركم هذه طريقة نبوية منهجية لاستمالة قلوب الناس باش يشوفوا الخير والراه. قالوا له بلى يا رسول الله، واش من الخدمة اللي عندها بزاف حسنات أفضل من نوافل الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قالوا إصلاح ذات البين، كي تسمعوا بالناس اختلفوا دخلوا بيناتهم فريوها، ديروا الصلح بيناتهم، كما قال في الحديث المذكور اذهبوا بنا نصلح بينهم، يلا نروحوا. ما قالهمش روحوا انتم وحدكم، قالهم اذهبوا بنا نصلح بينهم. والأحاديث كثيرة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تبين أن الصلح قيمة، قيمة شرعية، قيمة تربوية أخلاقية، وقيمة اجتماعية، وقيمة حضارية، ومنهاج. هنا المنهاج جماعة الخير، هذه النقطة الأخيرة، لازم نعرفوا كيفاش نديروا الصلح. مثلا من القواعد المهمة في الصلح أنه نجمع الخصوم نرحبوا بهم كما يديروا الناس بكري جدادنا، يديروا الصلح ويزيد يطلبوا لهم الماكلة، ولا لا لا يزيد من عندهم طعام والبن والحليب وكذا، خليهم يهضروا، يخرج كاع كل واحد يخرج واش عنده. خطر أحيانا الناس كي ما تتحاورش ثم بعد يولي يدخل سوء الظن، الشيطان واعر، ربي سبحانه سماه عدو مبين لنمي ديكلاري، عدو مبين، خطر هو اللي يدير المشاكل هذه. أما كي تحاور مع أخوك ولا مع شريكك ولا إلى آخره، والله لا عادي، هو يقول أنت تقول، السماح للخصوم بالدفاع عن أنفسهم وبإظهار وثائقهم كواغط، كاين وين لازم الوثائق، الوثائق مهمة أحيانا، لا الوثيقة تخالف الحقيقة، وإذا تعارضت الحقيقة مع الوثيقة تطبق الحقيقة وترفض الوثيقة.
والأدلة كثيرة في هذه. أحيانا الوثيقة تقول هك والحقيقة تقول هك، نطبقوا مقتضى الحقيقة. والأمثلة كثيرة، اتفقنا؟ خليهم يدور. زيد، تمنع المقاطعة، هذا من الأدب النبوي، كي يهدر خليه يهدر يخرج الآخر، ما يقطعوش ما يقطعوش، المقاطعة ماشي مليحة، خليه يهدر كي يكمل تكلم أنت. من القواعد تفادي التجريح، لا بالقول ولا بالفعل، بمعنى ماشي واحد يقول الكلام واحد يقول له سمحوا لي يقول لا كذبت، لا لا هذه الكلمة ماشي مليحة، قل أنا عندي رأي آخر. علاش تقول كذب؟ علاه؟ لا هذه أدب، فرصة يتعلموا. ثم الإخوة المشرفين على مجلس الصلح لازم يقولوا ممنوع الكلمة الجارحة، لازم، احنا مسلمين والمسلم ما يجرحش خوه، قل أنا عندي رأي مخالف والسلام عليكم عادي، كما قال تنسب الإمام الشافعي، رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، وتفر المسألة. من القواعد أيضا التي يجب أن يعتمد عليها استشارة الخبراء لزيكسبير، ربي قال في القرآن فاسأل به خبيرا، وقال ولا ينبئك مثل خبير، وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر يعني أهل التخصص. لذلك في القانون الجزائري في القانون 0809 المادة 128 وما بعدها نصت هذه المواد على الخبرة، الخبرة الفنية الإكسبير، كيفاش يقيم لك الدار العمارة الحانوت، لازم ليزيكسبير ولا لا لا، ولا تشوف اللي راهم يبيعوا ويشريوا هم مثلا يعرفوا. وهذا الزمن تاعنا واعر، مش كيما بكري، هاو بكري اجدادنا يقسموا الاراضي بالعين، يقول انت هاي الارض هذيك وانت هاي الارض هذيك، دعوة الخير. ممكن تكون خلاف بيناتهم فيها 50 متر فرق ولا 20 متر عادي، وكانوا يقسموا بالحبل، وضرك ممكن بالجي بي اس وما يقبلكش بالجي بي اس، يقول لك تعطي لي بالضبط كيما تعطي لخويا 700 متر و20، لازم انا ايضا 720، لو كان ينقصوا 10 سنتيم ندير كونتر اكسبيرتيز نكسر شرع. ماشي كاع، سمحوا لي يا شباب، ماشي كاع، ولكن كاين والله غير كاين اللي واعرين. لذلك في نوصي في مجال الصلح لازم تكونوا صحاح، كل شيء كاين، واش حبيت كاين، حبيت الشريعة القانون القواعد لكلك الخبراء، واش حبيت يولي يجي يخضع يستسلم، وإلا يقول لك أنتم بالنية القديمة هي نورمال موت تمدح كي نذكر الأجداد، عندهم النية خطر على بالهم باللي الأرض هذه كاع ربي يورثها كاع ولا لا لا. في واحد المثل بالقبيلية يقول لك ثمورث تفدي لي مولان، معنى الأرض تغير غير الملاك، قطعة أرضية معينة في 1920 يملكها فلان، في 1925 راح هذاك، راح للآخرة، خلاها للورثة نتاعو، الورثة باعوها للآخرين وتمشي الأرض، هي هي ولكن ملاكها يختلفون. أنا عامه حتى تقول له، قال الله تعالى في سورة الحديد الآية العاشرة ولله ميراث السماوات والأرض، كل شيء يورثه ربي سبحانه، احنا ملكيتنا مؤقتة ماشي دائمة. هذه قواعد لابد أن تعتمد في مسيرة الصلح باش ربي سبحانه يرضى علينا ويوفقنا. إذا ما كانش خلاف الله يبارك، إلا كان خلاف لابد من إنهائه بطريقة ودية. والحمد لله الخاتمة أن القوانين في الجزائر نتاعنا، الشيء اللي سمعتوه في الشريعة راه موجود في القانون. تعميم للفائدة أذكر بعض القوانين،
كاين قانون 0809 في المادة 1990 الصلح، هكذا سماه القانون، كما سماه الشرع سماه القانون الصلح. وبعدين المادة 994 ومن بعدها الوساطة، لا ميدياسيون جوديسيير، الوساطة القضائية. وبعدين المادة 1006 القدام إلى غاية 1061 هذه كلها في الاربيتراج، التحكيم بنوعيه الداخلي والخارجي. هذا القانون يقول هك. علاش قلت هكا؟ باش نقولوا حتى اللي وصلوا للمحكمة كي يقول لهم القاضي نديروا الصلح لازم تقبلوا، إلا رحت لكم الفرصة الأولى ما تضيعوش الفرصة الثانية. نمشي هكا وإن شاء الله باش ربي يرضى علينا جميعا، وربنا قال والصلح خير. أشكركم على حضوركم وعلى حسن الانتباه وكرم الإصغاء، والله لي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.